أتوقع إن شاء الله أن تبقى الأجواء باردة نسبيا خلال الصباح والليل فوق المرتفعات المنطقة الشرقية والهضاب العليا، كما سنلاحظ تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محليا فوق السهول الشمالية والوسطى وشمال المنطقة الشرقية، هذا وستكون السماء مغشاة بسحب عليا بباقي المناطق. الرياح ضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية وشمالية إلى شرقية بباقي المناطق. بحر قليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، هائج إلى قوي الهيجان ما بين العرائش وطرفايا، قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل. درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين ناقص 4 و1 درجة بالمرتفعات، ما بين 1 و7 درجات بالمنطقة الشرقية السايس وهضاب الفوسفات، وستكون ما بين 6 إلى 12 درجة بالجنوب الشرقي السهول الشمالية والوسطى وشمال شرق أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 12 و 16 درجة بباقي أقاليمنا الصحراوية. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا طفيفا.